الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. عندما وقف وحيدا في أرض ملؤها الظلم على يد نظام وهابي، إن قتلوا بدنه فلم يقتلوا روحه، إن قتلوا رأسه أو قطعوا رأسه فلم يقطعوا فكره ومنهاجه وطريقه، هي لقمة أرادها آل سعود لهم فخرجت من فمهم وأبقت سمها في فم آل سعود أو أمريكا. احتشد العالم كله أكثر من 80 دولة من المظلوم، هم يسكتون ولا يتحدثون، هم فقط يدعون بالديمقراطية، ولا ديمقراطية لهم ولا عز لهم ولا أثر لهم. سينتصر الإسلام إن شاء الله. وقف الشهيد النمر في أرض الحجاز بإيمانه وشجاعته، وعندما هددوه بالقتل كان مصداقا من مصاديق علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين. عندما هدده اللعين بن زياد بالموت قال له: أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. فكان شهيد الحسين شهيد الإسلام. اللهم أن يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على